مرحبا بكم في قناة الوصفة أفكار. اليوم نقدم لكم سلطة باردة رائعة للبط. للبط اللوني نحتاجو للبط مسلوقين، سلقناهم في شوية الماء والملحة والزيت. كنحتاجو خيز محكوك، شوية المطيشة، شوية الفلفلة حلوة، شوية الخس. كنخلطو هادشي كامل، كنديرو خيزو والخس ومطيشة وشوية الفلفلة. نخلطو هادشي كامل. نحتاجو طون، أي نوع ديال الطون. الخيار تزين والبيض كذلك نزينو به. كنخلطو هادشي مزيان. خلطو مزيان. دابا غادي نصوبو لاصوص باش نسقيو هاد السلطة. عندنا لاموطار وعندنا كيتشوب، كنخلطوهم. وعندنا الحامض، شوية الحامض، شوية البزار، شوية، وعندنا شوية الملح. نسيت هنا شوية، درت شوية المعدنوس هنايا، شوية. كنخلطو هادشي مزيان. كنزيدو شوية الزيت، الرومية، وشوية بلدية. أول ما ديرو كاع الزيت، لاصوص ديالنا خلطناها مزيان. دابا غنديروها في السلطة ديالنا. هاكا خلطوها مزيان. تقدرو ديرو سلطة فيها مايونيز على حسب كل واحد الذوق ديالو. خلطوها مزيان تتخلط. دابا ملي خلطناها مزيان غنديروها في طبق تقديم. غتبصي كيف ما هدا هاكا. كناخدو الخيار كنزينوه هكا بالشناب. مع هكا حتى كنكملو. ملي كملنا الخيار دابا غنديرو البيض بحال هكا. دورو البيض كيف ما هكا على حسب كل واحد و الزين ديالو، ماشي ضروري البيض. تقدرو ديرو الزيتون. دابا ملي كملنا تزين البيض كيف ما كتشوفو هكا، او ديرو الزيتون او لا كاشير، كل واحد شنو كيعجبو. السلطة ديالتنا هي كملات. نتمنى انها تعجبكم، سلطة صحية مغذية. الى عجبتكم السلطة ولا الوصفة ديروا جيم، تشتركوا في القناة ديالي. بصحة والراحة.